أولا لما نيجي نقول علاقة عملية التكميم بالارتجاع في ثلاث أوضاع ممكن ناس يكون عندها ارتجاع تعمل عملية تكميم الارتجاع ده يخف مثبت. ليه؟ لأنه أولا عادات المريض الغذائية بتقل، المريض ده وزنه بينزل وده من شأنه أنه يعالج الفتق اللي جاي بالحاجز أو الارتجاع. كمية الحامض اللي في الجسم بتقل، المعدة بتفضي بشكل أسرع، مجموعة من العوامل بتساعد ممكن قد يفترض أنها تساعد أن المريض ده يبقى أقل عرضة للارتجاع. ده جزئي. في مرضى مبقاش عندها ارتجاع يحصل لها ارتجاع. ليه؟ لأنه إحنا بنحول المعدة إلى أنبوبة، أنبوبة زيها زي المريء، فبيتحول المعدة والمريء إلى أنبوبة واحدة. العضلة اللي في آخر المعدة عضلة قوية، وعند بعض المرضى تبقى قوية جدا، فلما تيجي تنقبض المعدة عشان تفضي محتوياتها العضلة اللي تحت قوية واللي فوق ضعيفة، فالأكل بيرجع في الاتجاه المعاكس. زائد ان احنا بنغير بعض الصفات التشريحية اللي يفترض انها تمنع الارتجاع، زي الزاوية ما بين المعدة والمريء، بعض الأربطة اللي ماسكة الزاوية دي، يعني كده. ففي نسبة من المرضى بيجي لها ارتجاع لم يكن موجودا. الناس اللي موجود عندها ارتجاع ممكن يخف، ممكن يستنى زي ما هو، ممكن يزيد. فصلة الارتجاع بالتكميم يعني صلة مركبة، انما في احوال كثيرة يفترض انه هذا الارتجاع يكون موجود. طيب الارتجاع ده بيمثل لنا خطورة؟ طبعا اي ارتجاع حتى لو المريض ده ما عملش عمليات وموجود وأهملناه، الالتهاب المتكرر من شأنه إذا أهمل على فترات طويلة أكثر من 10 سنين ممكن أن يؤدي إلى سرطان المريء حتى لو المريض ما عملش عمليات سمنة.